السلام عليكم وأسعد الله صباحكم يعيش الشارع الجزائري في هذه اللحظات حزنا كبير وغير مسبوق بعد الكارثة التي حلت بالمنتخب الوطني الجزائري، فبعد فشل رفقاء محرز في بلوغ الدور الثاني في كان الكاميرون وأرجعها البعض إلى السحر والمرض، فشل أيضا المنتخب الوطني في اقتطاع تأشيرة كأس العالم في الثواني الأخيرة، وها هو اليوم أيضا يفشل في بلوغ الدور الثاني وأقصي رسميا على يد أضعف منتخب إفريقي في كونكو ديفوار. ونشر ناشطون صورة للحكم الدولي الصومالي وهو يخنق اللاعب يوسف بليلي بعدما طالبه بالعودة إلى الفار، وقال ناشطون أنه على الاتحادية الجزائرية لكرة القدم البحث عن مدرب جديد يكون أكثر كفاءة من المدرب المستقيل جمال بلماضي.